السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم إن شاء الله نتكلم عن تشميش الطيور وفوائده وأهميته والمدة اللازمة لتشميش الطيور. وأفضل ساعات تشميش الطيور تكون فيما بين الساعة 10 و11 صباحا، وأما في المساء تكون الساعة 5، وتكون مرتين أو 3 في الأسبوع. وحسب لكل دوش، فين ما دوشنا ليهم، فين ما دوشنا الطيور ديالنا، نخليهم 15 دقيقة في الشمس صافي، ونحيدهم من الشمس باش ما يتعرضوش لنزلات الشمس. وكاينه حاجة أخرى، ما هو لازم تكون الشمس قوية، إذا كانت الشمس قوية نحاول نتفاداو الشمس منه، نحطهم شي بلاصة تكون باردة شوية. عندما يتعرض طائر الحصون لأشعة الشمس يفرز الفيتامين دي، وهذا الفيتامين يلعب دور كبير وعامل أساسي في امتصاص الجسم من الكالسيوم، والكالسيوم كما نعلم أساسي وحيوي لبناء العظام والحفاظ على صحتها، ويخفف إصابة هشاشة العظام، كما يساعد على تكوين وتقوية قشرة البيض للإناث، كما أن تعرض الطائر لأشعة الشمس ينشط الجلد ويطرد الحشرات. الشمس عندها مجموعة من الفوائد للطائر، مو مرخوشة احنا دوشنا عليهم دابا، نحاول نخليهم واحد 15 دقيقة ولا بالله نشفق، مو مرخوط ننظفو ولا ماتشي، سمحوا لي راه ماشي كيفاش ننظفو. والماء باش ندوش ليهم دير فيه الثوم وكنحطو في الشمس، هاهو الثوم اللي بان ليكم، دير فيه فروعة ديال الثوم وكنحطو في الشمس باش يجري على الحشرات يلمع لون الريش. مو مرخوشة الطويرات دوشنا ليهم، نخليهم شي ربع ساعة ولا ننظف ليهم داكشي، مسش كيفاش نخدم باش نوريكم كيفاش ندير ليه التنظيف. فوائد التشميش راه كثيرة للطيور، غير ما تقعدوش عليهم الشمس. مو مرخوش غير نظف هادشي، مسش كيفاش نخدم، نظف ليهم هادشي. هادشي اللي كاين في هاد الحلقة ان شاء الله، فوائد الشمس واهميتها، وان شاء الله الى حلقة قادمة.